الموجة دي. الموجة دي أو الخداع البصري أو إحنا بنشوف إيه؟ في الحقيقة في حاجات كتير قوي بيبقى ليها بيرسبكتيفز مختلفة أو ليها منظور مختلف عند الناس. أنت بتبقى شايف حاجة وحد غيرك شايف حاجة تانية وحد شايف حاجة تالتة وكلهم ينفعوا. البرسونال ده لما جم يبنوه اصلا كان المكان اللي بيبنوه عليه ما كانش مستوي، كان فيه زي كيرف كده. وبعدين الاخرين كانوا بيحبوا يطلعوا كل حاجه ايه مظبوطه قوي. فالمهندس اللي طلب منه يبني معبد البرسونال ده قعد يفكر ازاي يخليه لما حد يبص عليه يبقى كله حاجات مستقيمه زي بعضها، وفي نفس الوقت المكان اللي هو مبني عليه اصلا فيه كيرف. فاستخدم الاوبتيكال ايلوجن، عمل معالجه بصريه وبقت الاعمده اللي مبني منها او عليها البارثنون مش مستقيمه قوي، بس هي طالعه بزوايا وبمقاسات لو بصيت عليها من بعيد هتقول ده بيرفكت وكلهم زي بعض، بس لو دخلت جوه وسطهم مش هتلاقي ولا واحد مقاس التاني. ومن هنا جت فكره الاوبتيكال ايلوجن. طيب هنلعب مع بعض شويه العاب دلوقتي. أول لعبة فيهم هوري حضراتكم صورة لمدة 10 ثواني وعايزكم تقولوا لي انتوا شفتوا فيها ايه. مش شايفين حاجة؟ طيب المخ بيوصل للصورة عن طريق كمية الضوء، وده اللي بيحدد ايه اللي احنا شايفينه بالظبط. عشان كده هسألكم السؤال التاني، حد فيكم شايف الدب اللي هيهجم عليكم دلوقتي وياكلكم؟ شفتوه؟ شفتوه؟ فين هو؟ 11 صح، هو تحت خالص على اليمين. عيني اهي الصورة دي هي نفس الصورة اللي فاتت بالظبط، بس الفرق ما بينهم ايه؟ هي معالجة الألوان، حجم الألوان اللي داخل العين هو اللي بيحدد احنا هنشوف ايه. لو المعالجة دي مش معمولة عمرنا ما هنشوف الدب اللي موجود تحت ده في الصورة. طيب دلوقتي هنلعب مع بعض لعبة بس أصعب شوية. كل واحد فيكم عنده بلوك نوت صح؟ البلوك نوتس اللي معاكم عايزين كل واحد يكتب فيها ايه الرقم اللي موجود في الدايرة دي؟ طيب الوقت خلص، كل واحد يبدل الورقة بتاعته مع اللي جنبه عشان يصححوا بعض. طيب أنا عايز آخد سامبل كده من الإجابات، مين كتب إيه؟ 5 2 8 3. حد عنده إجابة تانية؟ 1 5 2 8 3. ماشي، حد عنده إجابة تالتة؟ 1 5 2 8 3. طيب مبدئيا كده الإجابة الصحيحة 7 أرقام، فاللي الإجابة بتاعته فيها 7 أرقام يرفع إيده. عندك 7 أرقام؟ إيه هم؟ سقفة جامدة جدا. طيب عارفين إيه اللي حصل دلوقتي؟ كل واحد طلع إجابة وكل واحد مقتنع إن إجابته صح. أنت أول لما هتبص في الأول هتربح رقم 2 غالبا في نص الدايرة، وبعد كده لما تدقق شوية هتاخد بالك إن في رقمين على اليمين والشمال. لو دققت أكتر هتكتشف إن الأرقام عمالة تزيد لحد لما توصل ل7 أرقام. اللي مش مقتنع إن هما 7 أرقام يجي يبص عليهم على اللابتوب بس بعد ما أخلص، أوكي؟ طيب الفكرة هنا في إيه بقى؟ كل واحد لما بيوصل لحاجة بيبقى مقتنع إن الحاجة دي هي اللي صح. وغالبا انتوا مش مقتنعين دلوقتي بان هم 7 ارقام وعمال تبص الوقت، ايوه فين السبعه دول؟ لا انا لو هم الخمسه اللي انا جبتهم حلوه قوي على كده. صح؟ فده غالبا اللي بيحصل جوه مخنا لما بنتعرض لافكار وحاجات مختلفه. احنا بنبقى شايفينها من زاويه او من منظور معين، بس هي كمان لو تمعنت فيها ممكن يطلع لها زوايا ثانيه مختلفه. ده بيودينا لفكره ايه؟ بفكرة المقارنة. إحنا كبشر بطبعنا ربنا خلقنا بنقارن. من أول لما بنتولد لحد لما بنموت إحنا ما بنعملش حاجة في حياتنا غير إن إحنا بنقارن. ها؟
هديكم مثال صغير. لو دلوقتي حضراتكم كل واحد فتح الباكج اللي هو استلمها وهو داخل وقعد يقلب كده ولقى فيها ظرف صغير جواه فلوس، هيتبسط ولا لا؟ هيتبسط ولا لا؟ هيتبسط صح؟ لا هو مش هيتبسط ولا هيتضايق ولا هيبقى عادي ولا حاجه من الثلاثه دول. عارفين ايه اللي هيحصل؟ اول حاجه انت هتفتح الظرف كده وتبص جواه، لو طلع لك 200 جنيه هتتبسط؟ لا برضه. اول حاجه تعمل ايه؟ هتبص على اللي جنبك طلع له كام؟ صح؟ لو لقيت اللي جنبك عنده 10 جنيه هيحصل لك ايه؟ انا اللي خدت ال 200 جنيه، صح؟ بس لو ضربت بعينك شمال كده ولقيت واحد حاطين له 1000 دولار، ايه ده؟ انا اتنصحب عليا، صح؟ ال 200 جنيه لا بتبسط ولا بتضايق ولا عادي. عارفين ايه اللي بيبسط وايه اللي بيضايق؟ المقارنه. فانت لما لقيت اللي جنبك طلع له 10 جنيه حسيت ان انت طلعت بحاجه هي ال 200 جنيه، صح؟ ولما لقيت اللي على شمالك طلع له 1000 دولار حسيت ان انت نفس ال 200 جنيه دي بقت ايه في عينيك؟ صرخ للقلب، صح؟ طيب هسألكم سؤال، بصوا كده على الشكل اللي هيطلع دلوقتي وقولوا لي مين فيهم اطول؟ الفيرتيكال ولا الهوريزونتال؟ غالبا والله اعلم يعني هتشوف الخط الفيرتيكال اطول من الهوريزونتال، صح؟ وفي ناس ممكن تشوف العكس، ممكن تشوف الهوريزونتال اطول من الفيرتيكال. بس هو في حقيقه الامر الخطين قد بعض بالملي. في حد مقتنع ان هم قد بعض بالملي؟ لا قايسهم الاول. انا مش مقتنع. عارفين ليه؟ عشان انت بتقارن حاجتين في وضعين مختلفين عينك مش هتقدر تطلع الفرق ده بينهم، ده حتى لو هما الاثنين جنب بعض بس في واحد فيهم قدام الثاني بحته صغيره قد كده هتشوف اللي قدام ده اطول من اللي ورا، مع انه ممكن يكون العكس، زي ما الناس اللي بتسافر فرنسا كده وتقف تتصور عند برج ايفل وتمسكه بايديها، والناس اللي بتروح الهرم وتقوم بيبوسوا ابو الهرم من بقه، عارفينهم؟ فبيبان الحاجه الكبيره ايه؟ صغيرة لو هما الاثنين مش على نفس الخط، صح؟ في الحقيقة الموضوع بتاع المقارنة ده مضر جدا، عارفين ليه؟ لأن احنا غالبا بنقارن نفسنا بناس لا هما ظروفهم زينا ولا احنا زيهم ولا في أي حاجة مشتركة ما بيننا، فالمقارنة دي غالبا بتعمل لنا أذى نفسي. كم مرة شفتوا حد على السوشيال ميديا فور اكزامبل عنده كل شوية ينزل ستوري من حتة وعنده حاجات كتير قوي وانت هتقول جت النميرة تحذرة الإيمان، صح؟ في الحقيقة الناس اللي بينجحوا نجاح سريع غالبا بيستبدعوا سقوط ذريعة. يا استاذ حلوة الجملة دي ما كنتش مجهزها بس هي جت كده، بص مع الحافظين في فترة عشان بص انا هقول الجمله تاني بس صورني وما ايه الكابتن بجد كده ونزلوها لي بقى ايه عليها كابشن. النجاح السريع غالبا بيستتبعه فشل ذريع. الناس اللي بتنجح بالصدفه عشان اي حاجه حصلت حواليها غالبا نجاحها بيبقى مبهر جدا، بس هو عشان ما يبقاش متخطط ليه فغالبا الناس بتبقى شايفه ان هو ده المقياس الحقيقي بتاع النجاح، وان انا دلوقتي لو وصلت للسن ده وما عملتش الحاجات اللي الناس اللي حواليا عملوها او الحاجات اللي انا كان نفسي اعملها فانت بتبدا تبص نفسك على ان انت فاشل، صح؟ وازاي الناس دول قدروا يعملوا ده كله وانا ما عرفتش اعمله؟ فيبدا يجيلك شويه احباط يقلب الاكتئاب وانتوا عارفين بقى بقيه السكه، صح؟ اخطر حاجه ممكن الواحد يعملها ان هو يحاول يقارن ما بينه وما بين اي حد تاني. ما تعملش كده ابدا، لأن المخ على حسب الصورة اللي بيشوفها بيترجم الحاجة. إحنا كلنا دلوقتي شفنا الحاجات من مناظير مختلفة، صح؟ على فكرة في قاعدة مهمة في الحياة اسمها fake it till you make it، يعني أنت بتضحك على مخك لحد لما تعمل الحاجة بجد. فعشان كده في ناس اللي هما بيبقوا عندهم جرعات تفاؤل زيادة غالبا يعني بيوصلوا لحاجة، والناس اللي واخدين عمودية ستايل بتاع كل حاجه مش نافعه ده ومفيش اي امل في اي حاجه غالبا برضه ما بيعملوش اي حاجه، لان المخ ما بيبقاش حتى عنده استعداد ان يطلع شويه طاقه يشتغل بيها. هنعمل اختبار جديد،
بس المره دي الجايزه بجد بقى. حواليكم دلوقتي صوره مرتبطه بالبرسبكتيف، وعايزين نشوف مين شافها ايه. هسيبها لكم بالظبط 10 ثواني على الشاشه. مين شاف البنت الصغيره؟ ارفع ايديكم. طب مين شاف الست العجوزه الكركوبه الكبيره؟ واضح ان هو عدد اقل شويه. حد شاف الاثنين؟ الصوره دي فيها الاثنين فعلا، فيها بنوته صغيره جدا اللي هي بصت هناك كده، وفيها ست كبيره قوي في السن اللي هي بصت الناحيه دي كده مش الناحيه دي، صح؟ في مجموعه من العلماء في استراليا خدوا الصوره دي عملوا عليها اكشن رسائل او ابحاث. لقوا ايه بقى؟ لقوا انه اغلب الناس اللي بيشوفوا البنت الصغيره الاول اعمارهم فعلا كانت صغيره، واغلب الناس اللي بيشوفوا الست الكبيره الاول اعمارهم كانت كبيره. هم مش كلهم قطعا، بس هم عايز يقول لك ان المخ على فكره في ناس بيبقوا صغيرين في السن بس بتحسهم شايبين، صح؟ وفي ناس بيبقوا كبار في السن بس بتحسهم شباب. فالمخ على حسب ما انت بتبرمجه، على حسب انت عايز يشوف الحاجه ازاي. عايز يشوفها كده ممكن يشوفها، عايز يشوفها كده ممكن يشوفها برضه. شايفين الجمال اللي في الصوره؟ هتمشي جمال وجمال، صح؟ بس دققوا في الصوره شويه. اللي طالع في الصوره ده في الحقيقه مش الجمال، ده الظل بتاع الجمال. الجمال نفسها متصوره بدرون، فهي النقط البيضاء. الصوره دي نزلت على الموقع بتاع ناشونال جيوغرافيك واخدت فوتو اوف ذا يير، علشان اللي صورها عرف يطلع برسبكتيف مختلف منها. هو شافها او احنا شفناها حاجه غير اللي هو شافها خالص وهو صورها اصلا. فهو صور الجمال من فوق وده الانعكاس بتاعها على الايه؟ على الرمل، صح؟ طيب دلوقتي عايزين نتفق على حاجه. بما ان المخ بيشوف الحاجه باشكال مختلفه كده، فالسؤال بقى سهل حد يضحك على المخ ده ولا صعب؟ هنعمل تجربه عمليه، ممكن استخدمكم تقوموا تقفوا؟ شركات مرفوع عليها قضايا، شركات
خاصه بمجال التجميل تحديدا مرفوع عليهم قضايا بسبب ان هم خلوا عند البنات وبالتبعيه عند الرجاله تصور معين للجمال. لو بصيتوا كده على المشاهير هتحسهم كلهم طالعين عند راس الخراط صح؟ الشركات بتحاول تشتغل على المانيبيوليشن ده ان هو يقنعنا الشكل ده هو ده الشكل بتاع الجمال فكل الناس عايزه تعمل الشكل ده في حين ان احنا ربنا اصلا ما خلقناش كده. الكاتب العالمي باولو كويليو كان في يوم او كان كاتب قصه يعني قصيره بيقول ان كان في اب قاعد في يوم بيقرا برنامج وعنده طفل صغير عنده سنتين فالولد عامل دوشه كبيره قوي والاب ايه صاحي عايز يشرب كوبايه القهوه بتاعته ويقرا برنامج بتاعه عشان يروق دماغه والولد عمال يزن ومامته مش موجوده. فالاب عمل ايه؟ كان ماسك الكورنر في ايده فلقى صوره كبيره بعرض الورقه اللي في ايده لخريطه العالم كان اعلان. فراح عمل ايه؟ راح قطع الورقه دي من الكورنر وراح قطعها حتت صغيره وراح رماهم على الارض للولد ونعكشهم وقال له يلا لو عرفت ترتبهم هجيب لك حاجه حلوه. فالولد ايه؟ اتلهى في الورق المقطع بيحاول يرتبه، والاب ايه؟ مسك الجورنال تاني وقعد يقرا. اقل من دقيقتين لقى الولد بيقول له بابا انا خلصت. فالاب بص لقى خريطه العالم كلها مترتبه صح. فقال له تعالى هنا انت اخدت جغرافيا فين ولا عرفت خريطه العالم دي منين؟ قال له في الحقيقه انا ما بصيتش على الخريطه دي خالص وما اعرفش ايه الخريطه دي اصلا، بس هو في الصفحه اللي في ظهر الخريطه كان في صوره لوش انسان. قال له انا كل اللي عملته ان انا رتبت الورق على شكل الانسان والناحيه الثانيه طلع منه شكل الخريطه. فهنا باولو كويلو قال الكلمه الشهيره بتاعته حين اعدت بناء الانسان أعدت بناء العالم. أي حد عايز يتطور وينجح في حياته لازم يبقى فاهم إن أهم حاجة يشتغل عليها هو ده. أي فلوس معاك تصرفها على إن أنت تتعلم وتتطور ده أحسن استثمار ممكن تعمله في نفسك. أي حاجة هتشتريها قيمتها بعد مرور الوقت بتقل ومش هيبقى ليها معنى. إلا الحاجة الوحيدة إن أنت تفضل تطور في نفسك. وخدوا بالكم وانتوا ماشيين في الموضوع ده ان ما تخليش حد يضحك عليك بسهوله، على الاقل صعبها عليه. شوفوا دايما الحاجه باحجامها الحقيقيه. لو في حاجه صغيره وانت كبرتها هتضيع لك وقت، ولو في حاجه كبيره وانت صغرتها هتبقى ما اديتهاش قيمتها وهتندم بعد شويه. لو في حد كبير انت صغرته هيزعل منك، ولو في حد صغير انت كبرته هيزعلك. حط كل حاجة في مكانها عشان تعرف تطور نفسك وتوصل للحاجة اللي نفسك فيها. شكراً جزيلاً.